السلامة. مرحبا مرحبا. ساليك؟ الحمد لله بارك الله فيك، مرحبا بك. قدم لي روح. أنا الأستاذ الطيف، أستاذ تعليم ثانوي، رجل تعليم، نعيش في تونس لأن عايش الأحداث وعايش كل ما هو تونسي. كل ما هو تونسي. أين نشوف في التوانسة يضحكوا يفادلكوا رغم الوضع الخطير اللي وصلنا له؟ أنت شنو رأيك؟ والله شوف، بالنسبة للسلوك نتاع المواطن التونسي هذا سلوك عادي، معناتها مرتبط بأمور اجتماعية أخرى تو نرجعوا لها. بالنسبة فيما يخص الوضع في تونس، الوضع في تونس هو وضع ما نقولوش هو شبه خطير، خاصة من الناحية الاقتصادية. اليوم التوانسة وصلنا مرحلة واحنا على عودة مدرسية، اللي بلدنا نشوفوها أحسن من هكا، بلدنا بإجراءات جيدة نشوفوها، عندنا إمكانيات باش نعيشوا في وضع خير من هذا برشا. باش نحكيو شوية على العودة المدرسية. العودة المدرسية تصور أنت الدولة التونسية توصل تتحكم كان في حاجتين، اللي في أسعار الكتب المدرسية اللي هي ما تزادش من عام لون، ما عملش عليها حتى إضافة وحتى زيادة، وتتحكم في الكراس المدعم. ما تبقى تتحكم فيه ناس اخرين ما نعرفهمش شكون، نجيو كما سنا ثم زياده قرابه 35 او 30% في الاسعار المواد المدرسيه. اب تونسي ماك تعرف، احنا راهو في تونس توانسه بصفه عامه يوصل يحرم روحه من كل شيء ويوفر لاولاده الادوات المدرسيه، يوفر لهم ما هو ضروري باش يتعلموا. تونس نؤمن بالعلم برشا ونؤمن بالتعليم، وناس معناتها يبدا دخله ضعيف وضعيف جدا لكن ما يحرمش اولاده من القرايه، لهذا وهذا شيء معناته يشرفنا. ما تبقى شنو الصعوبات اللي مش يواجهها الولي هذا؟ مش يواجه صعوبات في غلاء المواد المدرسيه. المواد المدرسيه عندنا في تونس متقسمين لاثنين، المواد ذات جوده متوسطه وعاليه هذه اسعارها راهي خياليه، المواطن التونسي ما عادش قادر عليها، يولي يلتجا المواطن التونسي للاسعار المهربه. هذه المواد المهربة زاد فيها إيجابيات وسلبيات، الإيجابيات نتاعها أسعارها مقبولة نوعا ما، لكن سلبياتها تتمثل في التالي، أنه التلميذ تتصور أنت التلميذ ياخذ المواد هذه بعد أسبوعين يفقدها وتتكسر والجودة نتاعها غير مقبولة. لذلك الحل الوحيد أن الدولة يجب أن تتدخل بقوة، وهذا نداء قلت سابقا إلى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الحكومة، إلى وزير التربية، لا تتركوا التعليم عند التجار ولا تتركوا المواد المدرسية تتحكم فيها أيادي خارجية عن التعليم. يجب أن الدولة تتحكم في الأسعار. الدولة التي لا تتحكم في الأسعار راي سيصبح مواطنينها يشعرون بنوع من الملل، بنوع من القلق. على الدولة أن تتحكم في الأسعار، وبدون ذلك تصبح دولة شبه ما عندها تعيش في مشاكل كبيرة، وأحنا في تونس نعيش مشاكل اقتصادية كبيرة وكبيرة جدا. السبب الوحيد أن المواد ترتفع ولا تنخفض، المواد ترتفع وبدون استشارة. تصور أنت تجي ناس مستثمرين في البلد هذا، تجار ولا رجال أعمال، يجي عاملين غرف ولا شنو ويزيدوا في الأسعار. الدولة إذا كان رئيس الجمهورية وإذا كان الحكومة التونسية، وهذه رو احنا نحبوا بلدنا وبلدنا مش نسلموا فيها، وأطفالنا مش نبقوا نخدموا معاهم، وأطفالنا مش نقريهم مش نوريهم. نداء إلى الدولة التونسية، تحكموا في الأسعار، راهي الدولة التي لا تتحكم في الأسعار تعتبر نوعا ما تركت مواطنيها إلى يتحكموا فيهم ناس أخرين، وبالتالي لابد من الدولة أنها تنظر المواطن، لابد من الدولة تتحكم في المواد. يا سيدي تو المواد المدرسية على الدولة أن تتحكم في المواد المدرسية بدون تدخل الدولة. المواطن راهو يمشي تو للمكتبة يا سيدي، ها وهذا مش نقول لكم معناتها بصحيح العبارة، المواطن يمشي للمكتبة عندك ثم بيع مشروط راهو بصفة كبيرة. تتصوروا أنتم راهو بعض المكتبات تحترم راحة، البعض الآخر راك يدخل باش يتحدث ياخو كراسات، يقول له حاجتين، تاخو كراس مدعم مسحوب بكراس غير مدعم، وهذا شكون باش تتحكم فيه هذا؟ تجي أنت في التلفزة يقول لك لا برا مش نشكي، شكون مش نشكيو احنا؟ شكون مش نبلغوا صوتنا؟ هذا باع مشروط
يقول لك لما تشتري من عندي الكتبيات ولما تشتري من عندي ما نعرف شنو، وين الكراس المدعم؟ وين الكراس المدعم اللي وفرتها الدوله للمواطن؟ راهو عنده اربع صغار واصبع غير قادر باش يقريهم، ولا يشري يوصلش المواطن يشري كراسه في زوز والا محفظه في زوز. هنا على الدولة التونسية أن تراجع هذا الأمر، وعلى الدولة التونسية أن تراجع سياسة المراقبة، خلي الناس كل تعيش في بلدها وفي هذا البلد الأمير، رانا نحبها تونس، رانا نحبوا تلمذا ترجع في ظروف بها إلى آخره. تفضل. يعني نجم يكون جراء الغلاء اللي قاعدين نشوفوا فيه ولي يخلي ولده في الدار ما يمشيش يقرأ؟ والله بدون مبالغة، حتى لا نبالغ، يمكن هذا السنة يمكنه يوصل أن ولي ربما باه مش ربما العدد مش مشكون برشا، ربما ما نعرفش، أما ربما سنصل أن الولي يولي عنده ثلاثة أربع صغار يدخل زوز يقروا ويخلي زوز آخرين، وهذا مؤسف للتوانسة وهذا مؤسف للدولة التونسية، بالرغم الدولة تقول راني نعطي في الإعانات الاجتماعية، لكن أنا واحد من الناس يحز في نفسي كون نشوف نهار بو يضحي بولد على خاطر زوز ولاد آخرين. هل هوني الأستاذ يراعي في ظروف الولي وما يطلبش حاجة غالية على التلميذ؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي صارت بعض النداءات، ومعظم الزملاء استجابوا لهذا وقرروا الأساتذة في معظمهم باش يطلبوا مواد على الأقل ينجم يقدر الولي باش يشريه، يولي يتخلوا على الكراس الكبار اللي هما بهذا الثمن اللي يوصل الثمن نتاع ال 20 و 25، يطلبوا منه كراس 72 او 48، وعلى الاقل خير انهم يورطوا الولي، مش سامحني نسحبها كلمه يورطوا، خير انهم يطلبوا من الولي ومن الاب ومن التلميذ انه ادوات غير قادر عليها. ويا حبذا الاستاذ يلزم عندنا يونيفورم في القسم، انا نحب تلاميذي كل ما عندهم نفس الكراس. هو الاستاذ بيدو ولي بيان سور، انا ريتني في القسم نحب لينيفورميتي، ما نجمش انا نطلب كراس غالي يشراها سبعه والاخرين غير قادرين. دونك الحل الوحيد انه راهو نطلب من الزملاء زاد يراعوا، وراهم الزملاء هما اولياء ورانا يحبوا تلامذتهم، واكيد الزملاء الكل مش يطلبوا اشياء على الاقل في معناتها في قدره الولي باش يشرى. اي نعم. حكيتوا في بعضكم الاساتذه وتفهمتوا في الحكايه هذه؟ على التواصل الاجتماعي صار الموضوع هذا فيه جدال، والناس كل واعي، والزملاء بارك الله فيهم، ونوجه لهم التحيه بمناسبه العوده المدرسيه باذن الله. مش يوصلوا معناتها الزملاء في معظمهم مش يطلبوا اشياء مقبوله ومقدور عليها من عند التلميذ والولي. شكرا مسيو، خلي لي كلمه الختام. مرحبا بكم، ان شاء الله سنه دراسيه موفقه، ان شاء الله الاولياء يكونوا فرحانين، ان شاء الله يقدروا باش يرجعوا وليداتهم، ان شاء الله الدوله التونسيه تخزر الابناء شعبها وتعرف وتتحكم في الاسعار كسوى الغذائيه او الادوات المدرسيه. راهو الولي والا المواطن راهو هو صحيح يعبر على غضب بتاعه ويحتج، لكن ما عندوش القدره والاليات باش ينجم يردع الناس هذم. الوحيدين المشير دحم هي الدوله، وانا نطلب من الدوله انها تضع يديها وتتحكم في الاسعار وكل.